العاصمة البريطانية لندن تكتشف مع طلوع النهار حجم الخراب الذي طال الأحياء التي شهدت مشادات عنيفة مع قوة مكافحة الشغب ليلة السبت إلى الأحد، إثر مظاهرات احتجاجية على مقتل شخص برصاص ضباط في جهاز الشرطة المحلي. غضب المتظاهرين الذين قدروا بالمئات امتد لهيبه إلى المباني والمحلات والحافلات وسيارات الشرطة وعدد من المرافق في ضاحية توتنهام متعددة الأعراق شمال لندن، التي وجدت قوات الأمن صعوبة في السيطرة على شارعها الرئيسي والتحكم نسبيا في مجريات الأحداث، واستمرت المشادات إلى غاية الساعات الأولى على الأقل من صباح الأحد. حاصلة هذه الأحداث التي تعد الأعنف في العاصمة لندن منذ سنوات طويلة، 8 جرحى في صفوف الأمن نقلوا إلى العلاج في المستشفى. الشرطة المحلية تجري تحقيقا في مقتل مارك دوغان الذي كان الشرارة التي فجرت هذه الأحداث. دوغان البالغ من العمر 29 عاما أوقفته الشرطة وهو على متن سيارة أجرة قبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار.